السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، مباشرة من مدينة تمارا وبالضبط من قلب دور الصفيح. واش غادي نقول لكم؟ الله يدير شي تاويل ديال الخير. السلام عليكم. الله يدير شي تاويل ديال الخير. المعاناة متواصلة ديال القاطيني دور الصفيح، المعاناة متواصلة في ظل هذا الحر وهذه الأجواء الحارة. نسأل الله السلامة للجميع وفي انتظار عملية الهدم تنطلق، لأنه كما سمعنا للجميع الناس خرجات كتحتج ولات باغا تعرف رزقها فين مشى، شنو المصير. يعني بالنسبه لمساله الشقق لا خوف عليهم، اللي دار شي قرى على شي شقه راه هي اللي غياخذ، الناس ما ضيعش في رزقها ان شاء الله. هذا هو اللي كاين، نطلب الله تيسر الامور. من ناحيه اخرى الناس كتسائل امتى غادي تكون عمليه الهدم، الناس كتسال امتى غتكون عمليه الهدم، لان الناس قال لك قبل رمضان من بعد رمضان قبل العيد من وراء العيد، لحدود الساعه ما كاين والو. اللي هو مؤكد حاليا من طرف السلطات المحليه وانه مساله وثائق كتعلق بالمحافظه. كنتمنوا المشكل يتحل في القريب العاجل، لان الناس مساكن ما قدراش مازال تزيد الصبر، لانهم تكرفصوا بزاف وعانوا بزاف. ملي كنهضروا على التكرفيص والمعاناه، يجي شي واحد يدوز غير لهنا باش يحس بالمعاناه ديال هاد الناس هادو ويقرب من المشاكل ديالهم، لان الناس ولا عايشين الرعب، عايشين المشاكل، عايشين التكرفيص، واحد الحاله يرثى لها. كنتمناو نلقاو اداني صاغيه، كنتمناو انه في القريب العاجل تبدا عمليه الهدم الخاصه بدوار ال الحارث ودوار بناصر الشمالي وسيدي محمد الشريف ولاد مطال الغربيه وكذلك دوار الهونان. كما كتشوفوا شي مريب في اليمن وشي مريب في اليسار وشي باقي حاصل، وباقي الناس صحاب الشكايات مساكن اللي باقي ما عرفناش شنو المصير ديالهم. كنتمناو كذلك صحاب الشكايات يتحلوا المشاكل ديالهم، لانهم كاينين الناس ساكنين، الناس اللي ما دوزوش القليل في البراكه، الناس اللي كانوا خصو يكونوا من الناس الاوائل في مشروع ميموزا. نتمنهم الله الخير ونتمنهم الله التيسير والله يسخر الامور. اكيد الملف ديال القاطيني دور الصفيح واحد الملف اللي ماشي سهل، وانتم كتشوفوني بعد ما ريبوا الناس كنشوفونا شي امور ناضت في الارض هنايا. لا قدر الله وليدات صغار يخرجوا هنا، راه ما تعرف يكونوا حناش، ما تعرف يكونوا عقارب، ما تعرف يكون شي امور. لا قدر الله وليدات صغار باقيين كيخرجوا هنا، هاد الوليدات هادو اللي ساكنين هنا ما خصهمش مازال يبقاو هنايا، هذا المكان كيشكل عليهم خطر. فلهذا نناشد السلطات المحليه بالتسريع الاجراءات باش الناس تدخل السكن ديالها جديد، ونطلب الله يدير لي فيها الخير. هادشي اللي غنقول لكم اخوتي، نتسناو. سمعنا بلي واحد الاسبوع تقريبا ولا واحد 10 ايام غتبدا عمليه الهدم، نتمناو ان هذا المشكل ديال الوثائق يتحل ونشوفوا عمليه الهدم. بالنسبه للشقق راهم واجدين والامور على ما يرام، هذا هو اللي كاين. والله يدخل عليكم السكن ديالكم جديد بالصحه والعافيه. الناس راهم كيتكرفصوا هنايا، يا ربي دير لي فيها الخير، يا ربي دير لي فيها الخير. هذا اللي كاين اخوتي، تهلاو في راسكم والسلام عليكم.